مرحبا، معكم جنين من شركة AITS. بهيدا الفيديو حنتعلم كيف نوصل Citect SCADA على AVEVA هيستوريان. أول شي بدي بلش أعمل داونلود لل Citect SCADA كونكتر، فأنا بقدر أعمله لهيدا الكونكتر داونلود من AVEVA انسايت مثل ما كنت شايفين هون. تاني شي بدي بلش أعمل configuration للكلاينت. هون أنا عندي ماشين نازل عليها Citect SCADA كلاينت، وبنفس الوقت نزلت أنا هيدا، عملت داونلود لهيدا الكونكتر يلي نزل بهيدا الشكل ك Citect Publisher. فبس أعمل له أنزب يبين هون ك Citect كونكتر، فأنا هون بعمل له installation وبكون ready. تاني شي بدي أعمل setting لل Citect client، فبدي حدد ال parameter اسمه CTAPI remote is equal to 1. فمن هون حدد هيدا remote parameter is equal to 1. تاني شي بدي بلش حدد شو هن التاجز يلي بدي أعمل لهم historize. فيني أنا أعمل historization ل variable ل alarms ولا trends. فمثلا هون إذا بدي أعمل historize لل variables بروح بفقص على هيدا الرو هوني، بروح على البروبرتيز بين عميلة اليمين وبعمل هيستورايز سيت تو ترو. من بعد ما عملت هيدا الشيء بلش اعمل كونفيجريشن للسايتك كونكتر. فهون السايتك كونكتر انا هي عندي هون، بفتحه للسايتك كونكتر اوكي. مجرد انا مفتحته بدي بلش اعمل له سيتنجز. بدي بلش اعمل سيتنج للسايتك سكيدا يلي فيها بدي حدد انا سايتك سكيدا كلاينت الاي بي ادرس تاع الكلاينت، وبدي حدد كمان اليوزر نيم والباسورد. يوزر نيم والباسورد هيدول هيدا بيكون شخص موجود بقلب السكيورتي سيتنجز بالستوديو هون. فمثل ما شايفين الديزاينر هو عنده ادمنستريتيف رولز وموجود بالسكيورتي سيتنجز. تاني شي بدي حدده بالكونكتر اني حدد الديستنيشن يلي هي هون الهيستوريان. فانا بحط الاي بي ادرس تاع الهيستوريان، بحدد اليوزر نيم والباسورد بناء او استنادا على الاوثنتيكيشن مود، يا اما ويندوز اوثنتيكيشن يا اما سيكوال اوثنتيكيشن حسب كيف انتو مبرمجينه للهيستوريان. بس خلص بعمل سيف. فانا ببين عندي هيدي الصفحه، بدي اتاكد انه السايتك كلاينت هو اونلاين والديستنيشن يلي هو الهيستوريان اونلاين. فبكون هلا فيني انا بلش جرب كيف عم بعمل كونكشن. فانا بهيدي النود عامله تيست تاج هون، فانا خليني اعمل لوج ان كديزاينر. فعامله تيست تاج اسمها تيست. فاذا بروح عليها هون وهون انا بالهيستوريان نود عامله انستليشن للهيستوريان تريند، فبدي بلش تستت. انا اذا هون بعمل اوف فلازم انا بالتريند يبين عندي التاج انه مبين اوف. اذا بعمل اون لازم يبين التاج مبين اون، مثل ما شايفين هون بلش يبين اوف. اذا بعمل اون مفروض هون يرجع يبين عندي اون بالتريند مثل ما شايفين. وهيك أنا هون كون خلصت هيدا الفيديو. انطرونا بفيديوهات جديدة.